السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الجزء العملي بتاع الليفر او الهيباتولوجي. اول حاجه لازم نعرف الحالات اللي هي ممكن تيجي لنا في الامتحان او الحالات العملي بتاعتنا. اول حاجه ممكن تيجي لنا حاله هيباتوميجالي ودي فور ديفرنشال دايجنوسيس، او حاله هيباتوسبينوميجالي، واشهر حاجه بيجي لكم في الامتحان عليها بتبقى حاله الثلاسيميا. ممكن برضو نشوف حاله الهيماتيمسيس والمينينا، ودي برضو بتبقى ساعات بتخش في الديفرنشال دايجنوسيس مع البليتلت فانكشن ديس اوردر، لان ممكن تكون مثلا في مشكله جنرال ديس بليدنج، فممكن يجي برضو بايه بهيماتيمسيس. اول حاجه هنتكلم عن الشيت بتاع الهيماتوميجالي، الحاله بتاعه الهيماتوميجالي. اول حاجه البيرسونال هيستوري زي اي بيرسونال هيستوري خالص، النيم والايدج والسكس والريزيدنس. اول حاجه برضو لازم نعرف ان كل حاجه لها مدلول، يعني مثلا بالنسبه للايدج بتاعنا، كل ما الايدج بتاعنا كان صغير يبقى البيشنت ده عرضه اكتر ان هو يحصل له كونجنتال انفكشن او ميتابوليك ديس اوردر. طبعا المالجنسي بيحصل في اي ايدج دلوقتي. كان لو البيشنت مثلا فيميل وكبير عند مثلا 9 سنين 10 سنين، بنفكر في الحاجات اللي هي اوت اميون ديزيز. مثلا الولد مثلا في السكول ايدج وكان نورمال وفجاه ظهر عليه اعراض الهيباتايت، اعراض الصفرة، برضو بنفكر اكتر ان هو ممكن يكون انفكشن وخاصه الهيباتايتس الا ان هو كون في الايدج ده. ده اول حاجه بالنسبه ايه للبيرسونال هيستوري. طب تاني حاجه ايه الكومبلين او العيان اللي هو المريض بتاع الهيباتوميكالي ايه اللي هيجي لنا بيه؟ هيجي لنا شكوى مميزه. اكتر حاجه بيجي لنا بيها او بيشتكي منها هي الابدومينال انلارجمنت، يعني الام بتلاحظ ان بطن البيشنت دي بدات تكبر، وممكن يكون الموضوع ده من ساعه الولاده، ممكن يظهر بعد فتره من الولاده. تاني حاجه ممكن يجي لنا بيها طبعا اللي هو يلو ديسكولوريشن في السكن والميوكس ممبرين، ممكن يجي لنا بالدارك يورين، ممكن يجي كمان بابدومينال بين، ممكن في الرايت هايبوكوندريا، ممكن يجي البيشنت ده بهيماتيمسيس او فوميتنج، ممكن يكون برضه بيجي بانكريس في البودي تمبريتشر، وممكن يجي كمان في البالور او في ديس اوف ذا كارب. ليه؟ لان الليفر مسؤول عن ميتابوليزم الكربوهيدرات والليبر وكل حاجه، فعشان كده ممكن البيشنت ده فعلا يحصل له اي مانيفستيشن. ده بالنسبه للكومبلين. في البريزنت هيستوري المفروض كل كومبلين هنعمل له اناليسيز. على سبيل المثال مثلا لو الفيبر بتاعتنا، هنشوف الفيبر دي كانت هي هاي جريد فيبر لو جريد فيبر، الحاله دي بتبقى موجوده معاه في اسوشيال سيمتوم زي مثلا نايت سويتنج، في راش، في اي حاجه ولا لا. ده مثال ليه. تاني حاجه البوست هيستوري. البوست هيستوري هنا بنسال على السيميلر كونديشن، يعني الموضوع ده اتكرر ولا لا، البيشنت ده حصل له ريكرنت ادميشن ولا دي اول مره. تاني حاجه بنسال برضو البيشنت ده نقل دم بلاد ترانسفيوجن، او البيشنت ده كمان عمل بريفيس اوبريشن. ليه؟ لان ممكن الولد ده يكون كان نورمال نقل دم او عمل اوبريشن كانت المنطقه الملوثه، فبرضو ممكن يحصل له هيباتايتس انفكشن او اي حاجه تانيه هيباتوبيك فيروس مثلا انفكشن. طيب تاني حاجه كمان برضو نسال عليها على الهيستوري بتاع الدراج انتيك. طبعا في ادويه كتير ممكن ناخدها بالابيوز، برضو دي بتعمل هيباتوكسيستي، ممكن البيشنت ده برضو يجي لنا بهيباتوميجالي. ده بالنسبه للباست هيستوري. بالنسبه للفاميلي هيستوري هنا بنسال على الكونسانجوينتي، وبنسال على في حد في عيله طبعا عنده نفس المشكله ولا لا، ان في حاجات بتبقى ميتابوليك فبتتكرر في اكتر من اخ او اخت. تاني حاجه بالنسبه بعد كده للاوبستاتريك هيستوري، بنسال على البرينيتال، الام دي كان بيحصل لها مشاكل في الحمل زي فيفر، ابورشن، تعرضت مثلا للراديشن او اي حاجه من الحاجات دي. مثلا على سبيل المثال الام دي كان بيحصل لها ريكرنت ابورشن، يعني الام دي كانت عندها كارير مثلا يقول ده ميتابوليك ديس اوردر، فعشان كده ده كمل، فممكن يكون هو ده السبب اللي فاته ميجالي. ممكن يكون الولد عنده كونجنتال انفكشن زي السيتوميجالو فايروس، والام كل شويه بيحصل لها ابورشن، فده ده برده انذر كوز. تمام، يبقى ده كمان برضو بنسال عليه. ممكن برضو الام تكون مثلا ريبيتد براد ترانسفيشن انيميك، فممكن تكون ام دي نوع انواع الثلاسيميا بدات تظهر في البريجنانسي، وبرضو الولد ممكن بعد كده يجي بهيموليتيك انيميا وهيباتوميك، فيبقى ده برضو لازم الحاجات دي بسال عليها. في النيدال هيستوري بسال بس عن هو الولد ده اتولد فاجينا ولا سيزيريا، اخد نفس ساعه الولاده ولا لا، كان في مشاكل وزنه كان قد ايه. البوست نيتال بقى هنا يهمني في ايه؟ يهمني اول حاجه الولد ده حصل له انكيوبيشن ولا لا. اول حاجه ممكن الانكيوبيشن اللي كده سبب، ممكن الانكيوبيشن ده الولد ده مثلا كان عنده نيونيتال سيبسس، او ده بريديسبوزنج فاكتور اللي هو ممكن يحصل له امبلايكال سيبسس برضه، ويحصل له بعد كده بورتال فين ثرومبوس، او ممكن الولد ده اثناء الحضانه يعني الولد ده برضه ركب امبلايكال كاس، يعني ركب قسطره، والقسطره دي بعد كده عنده بريديسبوزنج فاكتور ان هو يحصل له كواجيلوباسي، الولد ده برضه بيحصل بورتال فين ثرومبوزس، ويبقى بعد كده بورتال هايبر تنشن، برضه يبقى معاه هيباتوميجالي. برضه بنسال على الهيستوري بتاع الانكيوبيشن، ممكن يكون الولد ده من ساعه ما اتولد كان عنده صفره، ممكن تكون الصفره دي دايركت، والولد ده مثلا يكون عنده اوبستراكتيف جوندس، يبقى لازم هندخل في اول فتره، ودي برضه لازم نسال على البوست نيتال هيستوري، مهم جدا. الفاكسينيشن هيستوري بتاعنا
بنسأل بس هو التطعيم اتاخده في اي كومبليكيشن ولا لا. بعد كده الدايتيتك هيستوري بنسأل طبعا عن الطيب اوف ذا فيدنج النشر اوف ذا فيدنج الاماونت دي طبعا كلها شرحها بالتفصيل في راوندات النيوتريشن. ديفلوبمنتال هيستوري برضو بنسأل على المايل ستون وهو كبير شويه بنسأل على السكول بيرفورمانس بتاعته وكل الحاجات دي برضو مشروحه بالتفصيل في الشيت بتاع النيورولوجي. يبقى كده دي كده احنا قلنا كده الايه الشيت بتاعنا الكامل قلنا كل حاجه البوست الداتا اللي احنا بندور عليها بالنسبه للبيرسونال هيستوري اللي هو الايدج. ثاني حاجه برضو شفنا الكومبلين بتاعنا وقلنا اكتر من كومبلين اهم حاجه لازم نرتبهم بالترتيب الكرونولوجيكال مانر بتاعتهم. وكمان لازم اهم حاجه كمان نعمل اناليسز للكومبلين. في البوست هيستوري قلنا هنركز على الهيستوري اوف اوبريشن او هيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن. ثاني حاجه برضو بنسال على في الاوبستاتريك هيستوري اهم حاجه نشوف البرينيتال الام كانت حصل لها ابورشن او اي مشكله زي دي او فيبر. واخر حاجه كمان البوست نيتال بنركز على هيستوري اوف انكيوبيشن عشان احنا قلنا ممكن يكون العيان مركب امبلايكال كاس وحصل له بورتال ثرومبوزس او امبلايكال سيبسس والحاجه دي كمان هتعمل لنا ايه مشكله. كده احنا قلنا اخر حاجه قلنا الشيء. تاني حاجه المفروض نعمل الفيجن بتاعنا جنرال اكزامينشن زي اي جنرال اكزامينشن. اول حاجه ببص عليها على الجنرال ابييرنس بتاعي ببص على العيان اشوف الولد ده اللوك بتاعه ايه هو ويل ولا ايه. تاني حاجه ابص على الكونشس ليفل بتاعه ليه لان انا ممكن يكون دلوقتي هو هيباتي ممكن يكون الولد داخل على مراحل انكيفالوبسي يبقى لازم اتابع الكونشس ليفل بتاعه. تاني حاجه ببص على البلور طبعا دي خدنا اماكنها في راوندات الدم هنبص عليها. الجولدز برضو بتاعتنا لازم مهمه جدا نبص عليها والسيانوس طبعا كل حاجه اتشرحت بالتفصيل تمام. يبقى دي كده اول حاجه هنبص عليها. كمان ايه كمان بنبص عليه في البيشن الفيشز بتاعه الفيشز ده لو ديسمورفيك ولا نورمال. لو انه ممكن لو ديسمورفيك فيشز ممكن يكون الولد ده هيموتيك انيميا مثلا ثلاسيما ودي ثلاسيميك فيش ممكن يكون الولد ده ميتابوليك وده سندروم مثلا يبقى ده يعني الفيشز ده الابنورمال فيش يبقى ده الكي بتاعنا الحاله بتاعه الهيباتوميك. طيب ايه كمان برضو هنبص عليه في الجنرال اتيتيود بتاعه في البيت الولد ده يا ترى عنده ديزنيا او عنده اسايتس مثلا عامل له ابدومينال ديستنشن فعامل له ارثوميا فقاعد مثلا بياخد نفس مثلا رافع مخده او مخدتين عليه. ده طبعا هنعرفه واحنا اول ما نخش على البيشن لو احنا لقيناه رافع السرير عشان مش قادر ياخد نفسه او حاجه فيبقى كده احنا عندنا ايه في مشكله في الاتيتيود بتاعه تمام. يبقى كده ده بالنسبه للجنرال اكزامينشن او الجنرال ابييرنس بتاعنا. بعد كده المفروض بناخد الفايتال ساينز اللي هي الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والتمبريتشر والبلاد بريشر. ثاني حاجه طبعا بعد كده بنشوف الانثروبومتريك ميجرمنت. ليه بقى؟ لان الحالات بتاعتنا ممكن تكون هيباتوميجالي او ميتابوليك او كونجنتال انفكشن فيبقى معانا جروث ريتارديشن او فيلر اتروفي فنلاقي كل الانثروبومتريك ميجرمنت بتاعتنا واحد. هنلاقي الهايت قليل نلاقي اللينس او اللينس قليل نلاقي الويت قليل ونلاقي كمان الهيستيركونفرنس كل حاجه قليله. ممكن نلاقي مثلا ده شورت ستيتشر ديسبروبورشن يبقى ده ميتابوليك برده وده السبب بتاعه بتاع الهيباتوميكال يبقى ده الكي بتاعنا اللي لازم نهتم بالانثروبومتريك ميجرمنت. بعد كده بقى بنكمل الريجنال اكزامينشن. اول حاجه هنبص عليها الهيد والنك برده ليه. اول حاجه طبعا احنا قلنا فيها بكده بنشوف البلر والجونز والسيروس دي حاجه ثابته. تاني حاجه كمان المفروض برده نبص على الليمفونود والليمفونود دي تشرح بالتفصيل في راوند الدم ليه. يعني ممكن يكون الهيباتوميجالي ده جزء من جنرالز ليمفودونوبسي ممكن يكون الحاله دي مالجنسي فيبقى احنا لازم برده نستبعد انها ما تكونش مالجنسي ان ده من ضمن الديفرنشال دايجنوز بتاعها. طيب ايه كمان برده هنبص عليه كمان في جنرال ابييرنس بتاعنا او اوريجينال اكزامينشن. المفروض نشوف اي سوينج في النك اي حاجه ثانيه. كمان نبص على اللور لمب مهمه جدا عندنا اللور لمب عشان ممكن يكون الليفر بتاعنا في ليفر افكشن والولد ده هيبقى معانا كمان ليفر فيلير هيبقى معاه هيبوالبومينيا فيبقى معانا اللور لمب دي طبعا دي اتشرحت بالتفصيل برده في فاوندات الرينال ازاي الديتكشن لللور لمب دي تمام. طيب يبقى احنا بقى دلوقتي كده قلنا ريجنال اكزامينشن وايه الحاجات اللي هنركز عليها. دلوقتي بقى هنهتم بالابدومينال اكزامينشن ده الجزء بتاعنا المفروض نهتم بيه. اول حاجه هنهتم بيها اللي هو الانسبكشن. يعني ايه انسبكشن؟ يعني شكل الابدومن بتاعتي عامله ايه او الابدومينال كونتور بتاعي عامل ايه. اول حاجه الابدومينال كونتور المفروض ان البيشنت ده لازم ابص عليه عندنا تو ديامتر عندي لونجيتيودنال ديامتر وعندي ترانسفيرس ديامتر. يبقى انا لازم ابص على العيان في اتجاهين. اول مره وانا واقفه عندي يمين على يمين العيان بنسل تانجنشال كده وابص فيه اي بارجنج ولا لا. ثاني حاجه بقى برده عندي رجل العيان وانزل برده ابص في تانجنشال كده ابص فيه اي بارجنج ولا لا. النورمال بتاعي ان انا مجرد بس بلاقي سلايد ديستنشن تحت الامبلاي. طب ايه الابنورمال بتاعتي؟ ممكن الاقي هيوج او ابدومينال ديستنشن. طبعا ده الديفرنشال دايجنوز بتاعنا الخمسه اللي احنا عارفينهم اللي هم الخمسه اف. هو مثلا عيان عنده فلويد يعني عنده اسايتس او ليفر فيلير او اورجانوميجالي.
تاني حاجه ممكن الولد ده يكون عنده فات يعني اوبيز، ممكن البيشنت ده كمان يكون عنده مثلا ابدومينال ديستنشن نتيجه فليتس او فيسس، يبقى ده برضو سبب. ممكن مثلا لو في ميل كبيره شويه مثلا 15 سنه ممكن تكون الليجال، يبقى ده ممكن يكون فيتس. في برضو اسباب تانية في البيدياتريك تعمل الابدومينال ديستنشن غير الكوز بتاعه الادلت، زي ايه؟ مثلا الولد ده عنده هايبوتونيا، ممكن يحس ان الولد ده عنده سنه ابدومينال ديستنشن. ممكن الولد مثلا لو عنده هايبوكاليميا او هايبوكالسيميا زي حالات الريكتس، برضو الولد ده هنلاقي عنده ابدومينال ديستنشن. حالات الكواشيركول برضو بيبقى فيها سنه ابدومينال ديستنشن. يبقى دي اسباب انا ممكن نعمل لها ديفرنشال دياجنوزيس، والهايبوثايرويديزم برضو بيبقى فيها ابدومينال ديستنشن. يبقى انا كده قلت الديفرنشال دياجنوزيس بتاعي هي الابدومينال ديستنشن. طيب ايه كمان تاني اللي انا ممكن ابص عليه برضو الابنورمال بتاعتي؟ اللي تبقى سكافويد ابدوم، يعني سكافويد ابدوم زي ما احنا بنقول يعني خلاص يعني الابدوم والشست يعني والباب مفيش بينهم سبيس خالص. يعني ايه بتكون في ايه بقى؟ في حاله المرازمس او الولد اللي هو اندر نيوتريشن خالص، بتلاقي الولد ده فيه المرض. يبقى دي كده اول حاجه احنا قلنا عليها في الانسبكشن بتاعنا، اللي هي الابدومال كونتور، يعني شكل الابدوم دي من مجرد النظر ايه، ديستندد ولا سكافويد. تاني حاجه هبص عليها الفلانكس. الفلانكس المفروض الفلانكس دي بتبقى كونكيف، لو احنا بصينا على البيشنت اللي معانا هنلاقي الفلانكس بتاعته فول فلانكس. دي تاني حاجه هنبص عليها. طيب ايه كمان بنبص عليه؟ لو انا عندي سكار. طيب السكارز زي هنا الحاله بتاعتنا فيها سكار، بالهيستوري بتاعها الولد ده كان عنده اوبستراكتيف جوندس والولد ده دي سكار بتاعت قصاي اوبريشن، يبقى انا لازم اسال الحاله ايه السكار بتاعتك. ممكن الولد ده مثلا يكون ثلاسيميا وعامل سكار بتاع سبينوكت، ممكن يكون اي سكار تاني مثلا زي في هنا في الرايت هايبوكوندريا، ممكن يكون جول بلادر، ممكن يكون مثلا في الرايت الياك ابندكس، يبقى انا لازم مثلا على السكار بتاعها. تمام. تاني حاجه برضو هبص عليها الدايليتد فينز. الدايليتد فينز مش المقصود بيها السوبرفيشال فينز اللي ممكن تبان لو انا عندي ابدومينال ديستنشن. الدايليتد فينز دي بتبان لو انا عندي سوبيريور او انفيريور فينا كيف ابستراكشن. مفروض لو انا عندي دايليتد فينز بعمل لها ميلكينج واشوف الدايركشن بتاع الفلو بتاعها من فوق او من تحت عشان اقدر احدد السايد بتاع الابستراكشن. يبقى دي كده كمان تالت حاجه انا هبص عليها. يبقى احنا بصينا على الابدومينال كنترول، بصينا كمان على الفلانكس بتاعتنا، شفنا الدايليتد فينز، شفنا السكارز. المفروض كمان ببص على السبكوستال انجل. السبكوستال انجل بتاعتي ببص عليها ازاي؟ ادي البيشنت، ادي التو صامب بتوعي بيتقابلوا في الزيفو ستيرنال، واشوف الانجل اتكونت بينهم. هو هنا الانجل بتاعتي يعني اوبتيوز. النورمال بتاعي اللي انا تكون الانجل بتاعتي اكيوت، قصدي رايت انجل، رايت انجل. تمام. طيب لو قلت الانجل بتاعتي اوبتيوز يبقى انا عندي كده مشكله في الابدوم، اي حاجه عامله ابدومينال ديستنشن بقى زي اورجان او فلويد، اي حاجه عامله لي ابدومينال ديستنشن. طيب لو لقيت الانجل بتاعتي اكيوت يعني قريبين من بعض، يبقى غالبا البيشنت ده عنده حاجه في الشيست عامله ديفورميتي، عشان كده الكوستال مارجن قريب من بعضه، فعشان كده الانجل بتاعتي ايه اكيوت. تمام. يبقى دي تالت حاجه كمان هبص عليها الدايفيركيشن اوف ريكتاي. عشان ابص على الدايفيركيشن اوف ريكتاي لازم البيشنت ده يكون كبير ومتعاون، عشان لما اقدر اقول قوم كده. هبص على المنطقه دي اللي هي فوق الامبلايكس، اشوف لو في بولجنج يبقى انا عندي دايفيركيشن اوف ريكتاي. هنا البيشنت مفيش دايفيركيشن اوف ريكتاي. تمام. ابص على ايه كمان برضو المفروض اعمل له فول كومنت؟ اللي بيجاستريك بولسيشن، ساعات بيبقى في سين انديفيدوال برضو بيبان اللي بيجاستريك بولسيشن. طيب اخر حاجه هبص عليها معايا هي الامبلايكس. لازم الامبلايكس دي بعمل عليها فول كومنت. اول حاجه الكومنت بتاعها السايد بتاعها هو النورمال، انها بتكون ميد واي بتوين الزيف ستيرنال والسيمفيس جوبس، يعني لو انا اخدت مسافه بينهم الاثنين هتكون ايكوال. طيب هو هنا في البيشنت عندي شيفت داون وورد، شيفت داون وورد يعني انا عندي ابورد سولينج، يعني سواء بقى ليفر او سبليت هو اللي زايق عليها فعامل لي ايه داون وورد. طيب لو الامبلايكس ابورد سولينج غالبا بتبقى بيلفنج ماس عامل لي شيفت للامبلايكس ابورد، يبقى دي كده اول حاجه السايد. ممكن ساعات لو في سكار ممكن يلاقي الامبلايكس شيفت تو وان سايد نتيجه السكار شادد عليها فهتلاقيها شيفت تو وان سايد. يبقى انا كده قلت الايه الامبلايكس. تاني حاجه الشيب بتاعها، النورمال بتاعها ان هي تبقى سلايتلي انفرتد داخله لجوه شويه. طب لو لقيتها انفرتد يبقى انا كده غالبا عندي زياده في الانتر ابدومينال بريشر، فعندي اورجانوميجالي، عندي فلويد، فده هو اللي عامل لي الفلتد امبرايكس. طيب لو لقيت البيشنت عندي انفيرتد امبلايكس يبقى ده فعلا ممكن يكون البيشنت اوبيز، يبقى ده كمان دي تاني حاجه هبص عليها. طيب يبقى اول حاجه قلنا عليها السايت، تاني حاجه قلنا الشيب بتاعها،
تالت حاجه هبص عليها الدايليتد فينز حواليها دايليتد فينز ولا لا. هنا البيشن عندي مفيش دايليتد فينز. طب دايليتد فينز بتحصل في ايه؟ في البورتال هايبرتنشن بيحصل انستموزس بورتو سيستميك انستموزس ليها اكتر من مكان. ممكن يكون في الاسوفاجس مكان, في الانس مكان اللي هو البايلس, في حوالين الامبلايكس حاجه اسمها الكابود ميدوسا. في البيشن عندنا مفيش اي دايليتد فينز. برضو ابص لو في بيجمنتيشن او عند الامبلايكس ولا لا. واخر حاجه ابص عليها اللي هي ديسشارج. ديسشارج ده ممكن يكون بلط, ممكن يكون يورين, ممكن يكون ستول, ممكن يكون بص, لكن او ممكن يكون بايل. اخر حاجه هبص عليها البيشن ده عنده امبلايكال هيرنيا ولا لا. اقول للبيشن يكح, كح يا ابراهيم كح. لو في بولجنج في المنطقه دي يبقى ده هنا كده ايه امبلايكال هيرنيا, لكن هو ما فيش هنا امبلايكال هيرنيا. يبقى احنا كده قلنا الانسبكشن. المفروض كمان هبص برضو على منطقه الانجوينال ريجن هو بيكح لو في هيرنيا ولا لا. كح كده يا ابراهيم, مفيش اي هيرنيا. يبقى احنا كده قلنا الانسبكشن. يبقى الانسبكشن بتاعنا هنراجعه بالاختصار. يبقى اول حاجه قلنا عليها الابدومينال كونتور, ثاني حاجه بصينا على الفلانكس بتاعه العيان, تالت حاجه شفنا السبكوستال انجل, شفنا السكارس, شفنا الدايليتد فينز, شفنا الدايفيركيشن اوف ريكتاي والابيجاستريك بولسيشن. كمان عملنا كومنت على الامبلايكس, اول حاجه السايد بتاعها, ثاني حاجه الشيب, ثالث حاجه قلنا لو فيها ديسشارج حواليها وفيها ولا لا, قلنا الدايليتد فينز اراوند امبلايكس, قلنا البيجمنتيشن اراوند الامبلايكس, واخر حاجه خالص قلنا لو في امبلايكر هيرنيا ولا لا, وشفنا منطقه الانجوينال ريجون لو فيها انجوينال هيرنيا ولا لا. يبقى احنا كده اول حاجه خلصنا الانسبكشن. تاني حاجه هعملها هي البالبيشن. عشان اعمل بالبيشن للابدوم اول حاجه لازم انا اكون واقفه على يمين العيان, لازم العيان يكون لاكس تماما. تاني حاجة احاول ما اكونش لابسة حاجة معدن او اي حاجة تعمل تروما للعيان, وابدأ اعمل سوبرفيشال بالبيشن. سوبرفيشال بالبيشن عند الابدومين بنقسمها ناين ريجون. ناين ريجون بتقسم ازاي؟ ادي خط تحت السبكوستال, ادي الكوستال مارجن خط تحته, ادي الاليك بون خط كمان فوق, يبقى ده دو ترانزفيرس لاين. بنزل كمان بخطين من ميد كرافيكرا لاين, فكده قسمت الابدومين ناين ريجون. ايه اللي هما ناين ريجون؟ رايت وليفت هيبوكوندريوم, بين الابيجاستريك ريجون, هنا الامبلايكال ريجون رايت وليفت لمبر, هنا السوبرا بيوبيك او الهايبوجاستريان, هنا رايت وليفت الياك. طيب هعمل سوبرفيشال بالبيشن ازاي؟ سوبرفيشال بالبيشن ببدا من الرايت الياك فصه وامشي عكس عقارب الساعه وانتهي في الامبلايكس. اهم حاجه وانا بعمل سوبرفيشال بالبيشن ابص على وش العيان. لو العيان ده مثلا اتوجع او امتعض يبقى انا دي اخر منطقه هعمل لها اكزامينيشن. تاني حاجه هميت كمان سوبرفيشال بالبيشن غير التندرنس, بشوف لو في سويلنج وابدا احس الكاركتر بتاعته. تمام, هبدا اعمل سوبرفيشال بالبيشن. ادي الرايت الياك, سوبرا بيوبيك, ليفت الياك, ليفت لمبر, ليفت هايبوكوندريان, ليفت هايبوكوندريان, ابيجاستريك ريجون, رايت هايبوكوندريان, رايت لمبر, امبرايكال ريجون. يبقى ده السوبرفيشال بالبيشن. تاني حاجه هبدا اعملها اللي هي الايه الديب بالبيشن. الديب بالبيشن المفروض العيان هيكون تاني رجليه, بقول لك يا ابراهيم عشان اعمل ريلاكسيشن للماسلز. تاني حاجه العيان المفروض يكون متعود معايا ياخد نفسه ويطلعه عشان ابدا احس هو بياخد نفسه. تاني حاجه كمان لو هو مش بس مش عارف يتعاون معايا قوي ابدا اكلمه عشان احاول اشد انتباهه عشان الابدوم ما تبقاش عامله شد عليا جوه. طيب ايه اللي هنعمل لهم بالبيشن النهارده؟ بالنسبه بقى للبالبيشن احنا قلنا هنعمل بالبيشن ديب بالبيشن للليفر والسبلين. طب احنا قلنا البيشن بتبقى ثانيه رجلين, يقول لك بياخد نفسه ويطلعه معايا. طيب هعمل ازاي؟ اول حاجه انا عندي في الليفر تو لوب, رايت لوب وليفت لوب. انا بحس كده اللور بوردر بتاع الليفر. طب هحسه ازاي؟ اول حاجه الرايت لوب تبدا من رايت الياك ويبقى برر الكوستال مارش. خد نفس, ايه ده بتحركش ثابته. هنا بدات احس البوردر بتاع الليفر, يبقى انا كده ايه ده الرايت بوردر, الرايت بوردر بتاع الرايت لو. طيب عايزه ازاي؟ المفروض يكون معايا مزوره وهبدا اعمل عليه فول كومنت. الكومنت بتاعه هو كام سنتي اندر كوستال مارجن. تاني حاجة احساسي بيه كان فيرم ولا سوفت ولا هارد. هنا الحالة بتاعتنا كانت فيرم. تاني حاجة البوردر بتاعته شارب, السيرفس بتاعه هنا سموث ونوت تندر. يبقى انا كده عملت فول كومنت على الرايت لوب. بالنسبة للليفت لوب بقيسه من فوق الامبلايكس لحد الزيف استرنال. ادي الامبلايكس اهو, زيف استرنال,
برضو في المنطقه دي ادي الليفت لوب انا حسيته برضو بالنظوره هقيس ده كام سنتي اندر كوستال مارجن. يبقى انا كده عملت فول كومنت على الليفر، جبت الرايت لوب والليفت لوب. يبقى انا برضو بجيب كام سنتي اندر كوستال مارجن، كان سوفت ولا فيرم ولا هارد. هو هنا برضو فيرم. تاني حاجه البوردر بتاعته شارب. تاني حاجه السيرفيس سموث ونوت تمضح. يبقى كده البالبيشن بتاع الليفر. بالنسبه للبالبيشن بتاع الاسبرين، الاسبرين بيفضل يبقى داون وورد لحد الرايت الياك فوسا. يبقى انا هبدا من الرايت الياك فوسا. تمام اهو ناخد نفس يا ابراهيم، خد نفس. ادي الاسبرين بتاع البيشن انا حسيته تحت ايدي اهو برضه بالمزوره، وبرجع جاي قايسه كده كام سنتي اندر كوستال مارش. تمام. تاني حاجه برضو بشوف ده، بحس كده اللور بول بتاع الاسبرين. تاني حاجه بشوف بقى هو سوفت ولا فيرم ولا هارد. هو برضو فيرم. تاني حاجه بشوف السيرفيس بتاعه هو تندر نوت تندر، السيرفيس بتاعه سموث، والمفروض كمان اشوف النوتش بتاعه. النوتش بتاعتي برضو نوت بالبابول. يبقى انا كده عملت فول كومنت على الاسبرين. في حاجه ان الاسبرين ما يكونش محسوس، ممكن اعمل حاجه اسمها شورتس بروفر. وانا بعمل سبورت بايدي الشمال، بخلي العيان يجي كده على جنبه اليمين وابدا اعمل بالبيشن بنفس الطريقه. ده بالنسبه للبالبيشن هنكمل بقى الابدومينال اكزامينشن. بقى لنا جزء البركشن اوف ذا ابدومين ليفر وسبلين. زي ما عملنا بالبيشن للليفر وللسبلين، هنعمل بركشن تقريبا بنفس الطريقه بالنسبه للليفر بوردر اوف ذا ليفر وسبلين. لما اجي اعمل بركشن للليفر بوردر اوف ذا ليفر، هاخد بالي ان في عندنا رايت لوب وليفت لوب. الرايت لوب اوف ذا ليفر بعمل بركشن من عند الالياك ريجون طبعا بنفس الطريقه ديت، بارلل تقريبا للليفر كوستال مارجن. هو المفروض كل ده ريزونانت لحد ما ابدا الاقي دالنس. هنا دالنس اهوت لحد ما اوصل للرايت كوستال مارجن. كل ده الجزء الضال ده هو ده الايه الرايت لوب اوف ذا ليفر. طبعا التايب اوف بركشن بنعمل لايت بركشن. بالنسبه لللور لوب اوف ذا ليفر بنعمل لايت بركشن. الليفت لوب ببدا برده من فوق الامبلايكس، احط ايدي ريزونانت ريزونانت لحد ما الاقي الجزء الضل، بكمل الضلنس للاخر كونتينوس مع الضلنس اوف ذا ليفر. وبالتالي بعد ما حددت الرايت لوب والليفت لوب، ببدا اشوف المسافه اللي هو اللارج فيها الليفر من الرايت كوستال مارجن بالنسبه للرايت لوب، ومن الزيف ستيرنم بالنسبه للليفت لوب. ده بالنسبه لللور بوردر اوف ذا ليفر. الابر بوردر اوف ذا ليفر بجيبها من فوق طبعا بالبركشن، والبركشن عندنا هيبقى هيفي بركشن. السكند انتركوستال سبيس عند الانجل اوف لويس، بحط ايدي في الميد كلافيكولار لاين وببدا اعمل بركشن. هنا هيفي بركشن زي ما قلنا في السكند انتركوستال سبيس، ريزونانت في السيرد انتركوستال سبيس، ريزونانت في الفورس انتركوستال سبيس. وزي ما شايفين دالنس، بدايه الدالنس، وده بدايه الابر بوردر اوف ذا ليفر في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. يبقى الليفر من بياخد المسافه من الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين لحد ما انا حسيته بالبركشن، والمسافه دي بنقول عليها الليفر سبان، المفروض نقيسها بالايه بالمزور. بالنسبه للبركشن اوف ذا سبلين، زي ما عملت بالبيشن برده من الرايت الياك فوسا، برده بعمل بركشن من الرايت الياك فوسا. بحط ايدي كده بلوزا امبلايكس، بعمل بركشن ريزونانت 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 معايا ريزونانت. كل ده ريزونانت، بدايه الضلنس اهوت، بدايه البوردر بتاعه الايه السبلين، اللور بول اوف ذا سبلين. بيفضل معايا مكمل معايا البركشن كونتينوس مع السبلين لحد الليفت كوستال مارجن، وبالتالي المسافه ديت هي مسافه اللارجد سبلين. عشان احس اللارجد سبلين لازم يبقى 3 فولدز نورمال، 3 اضعاف النورمال، سواء بالبلبيشن بقى بجيبه او بالبركشن. وطبعا سواء الليفر او السبلين، الجزء اللي بالبيتد او اللي بركاست بعمل عليه فول كومنت زي ما ايه قلنا في الجزء بتاع البالبيشن. الابر بول اوف ذا سبلين باجي في الميد اكزيلاري لاين. هنا جبنا في الميد كلافيكولار، ده هنيجي في الميد اكزيلاري لاين، بطلع فوق خالص من عند الاكزيلا في انتركوستال سبيس ايا كان ايه هو. ابدا اعمل بركشن ريزونانت 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 ريزونانت، وده بدايه الضلنس فعلا اهوت. ببدا اعد من السكند انتركوستال سبيس، اعد الريبس الانتركوستال سبيسز 1 2 3 4 5 6 7 8 وايدي في التاسع، وده
السايت اوف ذا ابر بول او ابر بوردر اوف ذا سبلين في الناينس انتركوستال سبيس في الميد اكزيلاري لاين على الليفت سايد. والسبلين زي ما احنا عارفين النورمال بتاعه بياخد المسافه من 9 ل 11 انتركوستال سبيسز. ده بالنسبه للبركشن اوف ذا سبلين وبركشن اوف ذا ليفر.